خلينا نروح ونخش اكتر في الاجواء مع الاستاذ محمد بن هزام الظهري، الامين العام للاتحاد الاماراتي لكره القدم والمتحدث الرسمي باسم اللجنه المنظمه لكاس العالم للانديه. استاذ محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ سعداء جدا بوجودك معنا على قناه النادي الاهلي. الله يخليك، وانا اسعد كابتن اسلام، ومساك الله بالخير، ومساكم الله بالخير كابتن ايمن، ومساء الخير على المشاهدين الكرام. مساء الخير. سعداء جدا طبعا بوجود حضرتك معانا، وامبارح الحقيقه كان استقبال حافل ورائع كالعاده. الحقيقه اهل الامارات كاننا في مصر بالظبط. الحقيقه الاستقبال امبارح حاجه رائعه جدا وحاجه مشرفه، وفخورين جدا بهذا الاستقبال. الحقيقه نحن الله يحفظك فخورين بتواجدكم معنا، والحمد لله على سلامه اللاعبين والبعثة الرسمية لنادي الأهلي، والحمد لله كان الاستقبال يعني جيد الحمد لله، وكان في جماهير منتظرة خارج المطار، وحظيت طبعا الاستقبال بقيمة كبيرة بالنسبة لنا في دولة الإمارات.